مرحبا بكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في بكالوريا 2020. بكالوريا 2020 مساحة وضعتها إذاعة النسير على ذمتكم مستمعينا الكرام، أولادنا الأعزاء وبناتنا العزيزات. بكالوريا نعرف الناس كل ماذا بها تعرف اش فما وما فماش، يلزمنا نعرف وين نعرف عندي الامتحان ما نعديوش، تنحكيو شويه في الموضوع هذا. لكن احنا كاذاعه المنسير البرنامج هذايا متواصل مدى الاسبوع، كل يوم معنا ماده، كنا شفنا ماده العربيه، ماده التاريخ ولا جغرافيا، ثم اليوم ماده الفلسفه. اليوم مادة الفلسفة كما قلت لكم، بعد ما كنا قدمنا في حصص فارطة مجموعة من النصائح لتلاميذ البكالوريا لحسن استغلال فترة الحجر الصحي الشامل، كنا شفناها مع مادة الفلسفة مع الأستاذة صابر بوزيدة، كنا شفناها أيضا مع الأستاذة سعاد بن سعد أستاذ التاريخ وجغرافيا، اليوم أيضا شفناها مع الأستاذ حاتم سليمان أستاذ تقنية اختصاص ميكانيك. نواصلوا بأكثر التفاصيل مع الأستاذ زهير بوستة أستاذ فلسفة. نقول أهلا وسهلا بك، منورنا أستاذ. شكرا أخت رفقة، وتحية ليك وتحية لإذاعة المسير على إتاحة هذه المساحة لأبنائنا التلاميذ، لعلهم يغتنمون الفرصة ويتسلحون ببعض المعلومات، ببعض الأفكار، ببعض الطرق، ببعض التقنيات للتعامل مع هذه المادة، مادة الفلسفة التي عادة ما يكون التعامل معها بشكل مختلف، تعطي بشكل مختلف، وإحنا تلامذة تعودنا بهم بطريقة معينة في دراستهم في مختلف المواد. تقريبا جيل فيه معناها نقوله فما شكون اللي يعتمد على التفكير أو فما شكون يعتمد بالأساس على الحفظ. فمادة الفلسفة هي مادة بالأساس للتفكير وإلا للحفظ، وإلا ثم مجموعة من المعطيات والشواهد ثم نعتمد على التفكير بالأساس. شكرا صديقتي رفقة. المسألة لا تتعلق فقط بمسألتي أو بالفلسفة، وإنما تتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالبرنامج المدرسي. فالتلميذ أمام جملة من المواد، وهي مواد أساسية يجتاز فيها امتحان البكالوريا، إلا أن الفاصلة أو الفرق بين هذه المواد، هناك مواد مميزة وهناك مواد أساسية. فللأسف معنا أغلب التلاميذ في أغلب الشعب ينشغلون يهتمون بالمواد المميزة. مثلا أخذ مثال تلاميذ الرياضيات، مثلا ينشغلون بمادة الرياضيات ومادة الفيزياء أو العلوم الطبيعية. مثلا في الآداب ينشغلون كثيرا بمادة العربية ومادة الفلسفة. نأخذ مثال آخر في شعبة الاقتصاد، التلاميذ لا ينشغلون إلا بمادة الاقتصاد ومادة التصرف، ولو أن هذا في الحقيقة له ما يبرره لقيمة ضوارب هذه المواد، ولكن نحن لا نتعامل مع المواد بشكل انتقائي، لأنها كلها مواد أساسية وكلها تساهم في النجاح، وانطلاقا منها يكون النجاح. صح، بارك الله فيك. في مادة الفلسفة كما قلنا عندها صعوبتها من حيث المراجعة، ثم فيما بعد في الطرح في مواضيع الامتحان. احنا ناخذ للملول الجانب، خلينا نقول النظري، خاطر باش ندخلوا من بعد في شويه نراجعوا المحور الاول الانيه والغيريه، البعض اللي نساه شويه باعتبار انه عندنا فتره توا في فتره الحجر الصحي، لكن ثم من التلميذات اللي قاعدين مواصلين وقاعدين يحاولوا يراجعوا قدر الامكان. في الحقيقه هناك مشكل خاصه في علاقه التلميذ بالفلسفه. أولا قلت باعتبار أنها ليست مادة مميزة في جميع الشعب، ثم لضيق تفكير التلميذي ولجوئه للتعامل مع كل المسائل انطلاقا من طريقة الحفظ، ولو أن الفلسفة هي مساحة قد تعتبر أو قد تجعل من الحفظ أداة، ولكن ليست الأداة أو الأدوات الأساسية، وإنما في الفلسفة التلميذ مطالب بالتفكير، مطالب بامتحان نفسه، مطالب بإعادة النظر.
فهو في الأخير لن يمتحن في حفظه وفي اكتسابه للمعلومة، وإنما في كيفية توظيف هذه المعلومة في إطار منهج يكون أو منهجية يكون قد تدرب عليها على امتداد السنة. فنحن في حالة إلى تلميذ، فنحن في حالة إلى رجل المستقبل أو امرأة المستقبل الذي يفكر، وليس الذي يحمل جملة من المعلومات قد ينساها حينما يتخطاها. ولذلك فالتلميذ في الفلسفة مطالب بالتفكير، مطالب بتقديم الرأي، مطالب بالتعامل مع الآراء المختلفة. فنحن في الفلسفة مثلا ندرب التلميذ على أن الرأي لا يجب أن يكون رأيا دغمائيا، رأيا وثوقيا، لا يجب أن نقبل كل الآراء على ما هي عليه من حقيقة أو على ما تدعيه من حقيقة، وإنما يجب أن يتعامل التلميذ مع كل حقيقة على اعتبارها نسبية. ولذلك هو يتدرب ويتعلم كيفية التعامل مع هذه الآراء المختلفة، هذه الآراء الكثيرة، هذه الآراء المتعددة. فهو يعني مطالبنا بلا التخير والركون إلى موقف واعتباره حقيقة في حين المواقف الأخرى خاطئة، وإنما محاولة الحوار أو الجدل بين هذه المواقف. ولذلك فالتلميذ في الفلسفة هو يتلقى جملة من المعلومات، يتلقى جملة من المعارف، ولكن هل هو مطالب بحفظ هذه المعارف؟ في الحقيقة لا. حتى وإن تطلب ذلك الحفظ فإنه لن يمتحن في حفظه لهذه المعلومات، وإنما في كيفية توظيفها، في كيفية استعمالها، حتى نتبين أن التلميذ قادر على توظيف المعلومات، على التعامل، فهو يستوعبها ثم يعيدها بطريقته الخاصة. فنحن لا نجد أو لا نريد أن نجد في ورقة الامتحان جملة من المعلومات، وإنما نريد أن نجد شخصية التلميذ الذي يعرف كيف يتخلص من هذه المسائل، كيف يتخلص من هذه المواد ويتحول إلى متعامل ذكي مع هذه المعلومات، مع هذه الأفكار، مع هذه المواقف. ولو أن العديد من التلاميذ يتساءلون خلال الدرس، أي الفلاسفة أصح؟ أي المواقف أصح؟ ما هو الموقف الذي يجب أن نتخذه؟ أنت مع من يا أستاذ؟ هل أنت مع هذا الفيلسوف أو مع هذا الفيلسوف؟ ولذلك في بعض الأحيان التلميذ يذهب أو يريد أن يتملك معلومة، أن يأخذ حقيقة ثابتة حتى يستطيع أن يواجه بها الامتحان. ولو أننا في السنة الثالثة في تلك المساحة، خلينا نقول القصيرة اللي هي ساعة بالنسبة للعلوم أو شعب العلمية وثلاث ساعات بالنسبة لشعبة الأداء، في هذه المساحة الضيقة وهذه المساحة القصيرة حاولنا، والبرنامج مطلب التفكير من اليوم إلى الفلسفي هو يحاول أن يكسر هذا الحاجز بين التلميذ وبين الفكر، بين اليوم وبين الفكر أو بين التفكير، باعتبار أن التفكير مغيب في اليوم، مغيب في الحياة اليومية، بل أنه قد يكون تهمة. ونحن نعلم جيدا أن هناك مشكل، فكل أستاذ فلسفة دائما يتربص به الجميع على أنه إما أن يكون معارضا للدين، وإما أن يكون مناهضا له ومناقضا له، باعتبار هذا التعارض الذي حاول ابن رشد في أحد كتبه فصل مقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال أن يحسم في المسألة، وأن الفلسفة هو الشريعة، أن الفلسفة هو الدين، أن الفلسفة والحياة اليومية لا يتعارضان، لا يتناقضان، بل أن الإنسان مطالب بالتفكير.
ولذلك وظيفتنا أن نفكر. فالإنسان في حالة للتفكير ليعيد النظر، ليستأنف النظر في وجوده، في حياته، في معارفه. ثم كذلك المجتمع في حالة إلى التفكير في كل ما يوجد في جوانبه الأخلاقية والسياسية. وفي الحقيقة على سبيل الذكر أذكر مثالا وأذكر قولا لجون راوس، استمعي ماذا يقول. يقول: أي مجتمع يخلو ممن يفكر، أي من فلاسفة، من مفكرين، من صناع الرأي والقرار. يقول: أي مجتمع يخلو ممن يفكر بطريقة جدية في أسئلة الميتافيزيقا، أسئلة الدين، الأسئلة الماورائية والإبستيمولوجيا، الأسئلة المعرفية والفلسفة الأخلاقية، ما نسميه بي الأكسيولوجيا أو المسألة القيمية. وقلت الفلسفة الأخلاقية والسياسية، هو بالفعل مجتمع ناقص. ما معنى مجتمع ناقص؟ أي أن مجتمعنا يفتقد لعنصر حقيقي ولجزء حقيقي في وجوده، وهو عنصر التفكير، إعارة النظر. ليجب أن نقيم وجودنا على جملة من الحقائق المطلقة. فالحقائق المطلقة ليست كثيرة، البعض منها التي لا نستطيع، وكان كانت على سبيل الذكر في لحظة ما قد أقر في كتابه نقد العقل الخالصة أن هناك بعض المسائل لا نستطيع أن نعرفها، فنحن مطالبون فقط أو لا نستطيع إلا التفكير فيها. وهو بذلك رسم جغرافية للعقل البشري، فقال: ما استطاع العقل معرفته فهو ظواهر، وما تعذر عليه معرفته فهو نومان. ما معنى نومان؟ أي أشياء في ذاتها، بمعنى أشياء لا نستطيع معرفتها، ولكن لا يجب أن نتوقف على التفكير فيها. ولو أننا يجب أن نسلم بوجودها على اعتبار أننا غير قادرين على إثبات هذا الوجود، مثلا وجود الله، مثلا الحرية، مثلا خلود النفس. فنحن على يقين بأن النفس الخالدة، ولكن هل يعلم أحدنا كيف تخلد النفس؟ الأكيد لا. ولكن هل هذا يتعارض مع أن نفكر أو أن نقلب تصورنا في كيف يمكن أن تخلد هذه الذات؟ هل استئناف التفكير في وجود الإله مثلا، هل يتعارض مع الإيمان مثلا؟ المؤمن في حد ذاته يعيد النظر دائما في علاقته بالإله، في وجود هذا الإله، ولكن هذا لا يتعارض مع إيمانه. فالله سبحانه وتعالى دعانا إلى التفكير، دعانا إلى التفكر، دعانا إلى التدبر. فالتفكير هو خاصية إنسانية، ولكن ليس بمجرد أنه يمتلك الأداة العقل ثم اللغة، ولكن لأن الإنسان هو فكر قبل كل شيء. حتى أن ديكارت يقول: أنا أفكر إذن أنا موجود. فهذه العلاقة التلازمية بين التفكير والوجود، فالوجود مرتبط بالتفكير، ولولا وجود التفكير ما لم يكن هناك وجود. على أن التفكير لا يعد منفصلا عن الوجود، ولكن لفظ إذن لا يفيد النتيجة، وإنما يفيد التزامن. فنحن موجودون ما دمنا نفكر. وهي دعوة تبدأ بالأساس إلى التفكير، إحنا حتى من خلال هذه الكل من خلال مادة الفلسفة لنحسوا حتى بنضج الكلام ذا، معناتها سنة ثالثة سنة رابعة وقت يبدأوا يقرأوا في مادة الفلسفة حسوهم بدأوا نسبيا ينضجوا، نسبيا يعاودوا إعادة النظر، ونسبيا يعاودوا يفكروا من جديد، وإن شاء الله يعتمدوا هالمادة هذه في المراجعة في مادة الفلسفة، لكن إعادة النظر في مجموعة من المعطيات حتى في حياتنا اليومية. وهذا علاش تفيدنا إحنا مادة الفلسفة في العلوم الإنسانية عموما. احنا في المجال هذا انتي بديت دخلت لنا للمحتوى حتى بتاع المحور الاولاني، واذا كان بديتنا نتعلموا ويفكروا يعرفوا كيفاش يربطوا ما بين المحاور، فماش محور منفصل عن المحور الاخر في ماده الفلسفه، لكن ايضا في بقيه المواد. استاذ شكرا. نعم، عاده التلاميذ ما يسالون خاصه لما تقترب الامتحانات: استاذ ما هو الدرس في اخر السنه؟ شنو ينجم يكون محور الامتحان؟
ولكن يجب أن يتعامل التلميذ مع البرنامج على أنه وحدة ليست وحدة اختزالية وهو ما ستعرض لاحقا له في مسألة الإنية والغيرية، وإنما هو وحدة مركبة. فعنوان البرنامج هو مطلب الكلي، هذا الكلي الذي سنحاول أن نبحث فيه، أن نتقصاها انطلاقا من مباحث ثلاث. المبحث الأول وهو المبحث الأنثروبولوجي، وبا وهو يتلخص في باب الإنساني لما بين الوحدة والكثرة. هذا الإنساني، هذا الذي يجعل الإنسان إنسان، هذا الذي يكون به الإنسان إنسانا، هل هو واحد أم متكثر متعدد متنوع؟ حيث سنطرح مسألة الإنية والغيرية والتواصل الأنظمة الرمزية، ثم الخصوصية والكونية، ثم المبحث الثاني وهو المبحث الإبستيمولوجي، المبحث المعرفي، بمعنى أننا نراهن من خلال هذا المبحث على إدراك الحقيقة أو الحقائق الكلية، كما أننا نراهن في المبحث الأول الأنثروبولوجي على الوحدة الإنسانية. ولذلك نحن سنتعرض لمسألة العلم بين الحقيقة والنمذجة، وفي لحظة ثالثة أقول لحظة لتزامن هذه المحاور وهذه المباحث وارتباطها ببعضها والتساقها ببعضها، فاللحظة الأخيرة والثالثة سنتحدث في المبحث الأكسيولوجي أو المبحث القيمي، مسألة العمل، مسألة الدولة، مسألة الفن، مسألة الأخلاق، وهي في الحقيقة كلها تطرح مسألة الإنسان، مسألة الكل، بمعنى أي أننا نريد أن نخرج من هذا الاختزال الضيق إلى الانفتاح على الاختلاف، إلى الانفتاح على التعدد، إلى الانفتاح على التنوع. ولذلك فإن رهانات البرنامج، رهانات الفلسفة، رهانات مطلب الكلي تنقسم إلى ثلاث رهانات. رهان أول قلنا وهو البحث عن الوحدة الإنسانية، وسنعود لهذا المفهوم. والرهان الثاني في المستوى المعرفي هو إدراك الحقيقة الكلية، والرهان الثالث والأخير انطلاقا من المبحث الأكسيولوجي هو كونية القيم وهو المستوى العملي أو القيمي. ولذلك فلا هناك أو لا يوجد هناك فصل بين مباحث أو أبواب البرنامج أو مسائله. ولذلك نحن لا نستطيع أن نفصل مسألة الإنية مثلا عن مسألة التواصل ومسألة الخصوصية، ثم كذلك عن المسألة العلمية أو المسألة السياسية والمسألة الأخلاقية. ولذلك فنحن مثلا نتحدث عن القسم الثالث والأخير مثلا على اعتبار أنه مجال العملي، مجال الفلسفة العملي. نتحدث عن الباب الأولي على أنه مجال التفكير، مجال التنظير، مجال إعادة النظر واستئناف التفكير في مسألة الإنسان وفي وجود الإنسان وحقيقته. ولذلك فعلى سبيل الذكر أذكر قولا للتوحيد يقول: الإنسانية أفقنا والإنسان متحركنا إلى أفقه بالطبع. ولذلك نحن ننشد هذا الإنسان، نحن لا نريد أن نختزله في شيء ما، ولكن نريده أن يكون متعددا. لماذا؟ للتعدد مثلا في مستوى اللغة، في مستوى الدين، في مستوى الثقافة. ولذلك نحن نريد أن نتجاوز هذا الفكر الإقصائي، هذا الفكر الاختزالي، إلى فكر آخر وهو ما يدعو إليه إدغار موران، وهو الفكر المركب، الفكر الذي يحتمل التركيبة، يحتمل التعدد، ويحتمل التنوع. ولذلك سنبحث في المسألة مسألة الإنسان بين الوحدة والكثرة، بمعنى الإنسان بين الوحدة والكثرة، يعني الإنسان المقصود به ما يجعل من الإنسان إنسانا. فنحن لا نسأل عن الإنسان ما الإنسان، وهو سؤالنا ما هو، سؤال يبحث في ماهية الإنسان. هذا السؤال الذي يقول عنه كانت
يقول إنه السؤال الأهم والسؤال الحقيقي منذ أفلاطون إلى حدود القرن 19 إلى حدود الفكر الكانتي. يقول إن السؤال الأهم، إن السؤال الأصلي هو سؤال ما الإنسان، باعتباره أنه طرح ثلاث أسئلة وأجاب عنها في ثلاث كتب. ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ وماذا يجوز لي أن آمل؟ ولكنه كتب كتابا رابعا يقول كان علي أن لا أسئل هذه الأسئلة ثلاثة، بل أسأل سؤالا آخر يحتوي أو يتضمن هذه الأسئلة، وهو سؤال ما الإنسان. ولذلك فنحن حينما نقول من الإنسان في هذا البرنامج، نحن لن نقول أن سؤال ما الإنسان يتعارض مع ما الإنسان، ولكن نحن سننفتح بطرحنا لمطلب الكلي للإنسان بين الوحدة والكثرة، على التعدد وعلى الاختلاف وعلى التكثر وعلى التنوع. فالإنساني هو ما به يكون الإنسان إنسان. هذا الإنسان هل هو واحد؟ هل يمكن أن نختزله مثلا في العقل؟ فحينما سئل أرسطو مثلا ما الإنسان، قال الإنسان حيوان عاقل. ولكن لاحظي ماذا يقول ديكارت، يقول إن هذه الإجابة هي في حد ذاتها مجال سؤال. فما معنى الإنسان؟ وما معنى الحيوان؟ وما معنى عقل؟ ولذلك فديكارت يرى أن أرسطو لم يقدم إجابة، وإنما إجابته في حد ذاتها هي مجال طرح سؤال ومجال سؤال. ولذلك نحن لن نختزل الإنسان في كونه يختلف عن الكائنات الأخرى باعتباره حامل للغة أو باعتباره حامل العقل، بل في الأخير أن كسرار يقول إن الإنسان كائن رامز، بمعنى أنه يختلف عن الكائنات الأخرى التي يمكن أن تستعمل اللغة، يمكن أن تستعمل الحركة، تستعمل الإشارة، تستعمل العلامة. ويقول الإنسان كائن رامز، بمعنى أنه ينتج الرمز، وأن هذا الرمز قابل للتأويل وقابل للقراءة. والتأويل هو خاصية إنسانية، أي البحث فيما يمكن أن يختفي وراء الكلام. ولذلك فالإنسان هذا يتردد بين الواحد والمتكثر، بين الوحدة والكثرة. هل هو واحد باعتبار أن لفظ بي يفيد الفصل ويفيد الوصل؟ بمعنى هل أن الإنسان واحد أم متكثر، أم أنه يمكن أن يكون واحدا ومتكثرا في نفس الوقت؟ بمعنى أن الإنسان إذا اقتضى أن يكون واحدا فيمكن أن يكون واحدا، وإذا اقتضى أن يكون متكثرا يكون متكثرا. ولذلك لاحظ أن نحن في بعض الأحيان لا نحتاج لجميع الأصدقاء، بل نحتاج إلى صديق. هناك مناسبة نحتاج لفرد، وهناك مناسبة نحتاج لأفراد، وهناك مناسبة نحتاج إلى عدد أوفر وأكبر. مثلا لاحظي أننا لا نحتاج لكامل أعضائنا مثلا في جل الأحيان. مثلا في لعبة كرة القدم لمس الكرة باليد يعتبر مخالفة، لأن هذه اسمها كرة قدم، فنحن نستعمل القدمين. لاحظ أن كرة اليد لو العكس. ولذلك فإذا ما اقتضى الأمر أن نقتصر على عضو، أن نقتصر على ملكة، أن نقتصر على يعني جزء من هذه الذات فنحن نكتفي به، ولكن إذا اقتضى الأمر أن ننفتح على الآخر، إذا اقتضى الأمر أن ننفتح على كل جوارحنا وأحاسيسنا وأعضائنا فوجب ذلك. ولذلك نحن سنبحث ما إذا كان هذا الإنساني متردد بين الوحدة والكثرة، هل هو واحد أم متكثر؟ ولذلك سنشرع في مسألة أولى هي مسألة الإنية والغيرية. وياك صحة أستاذ، على خاطر احنا بطريقة أو بأخرى لخصنا تقريبا البرنامج ككل. وحدة قاعدتنا قراءة تأليفية، وعطيتنا فكرة لتلامذة
بشكل عندهم التردد في بعض الأحيان ويقول لك شنطيح الدرس الفلاني وما عندوش علاقة والدرس الفلاني ما عندوش علاقة. شفنا إلي البرنامج مبدئيا بطريقتي المبسطة مش بطريقة أستاذ الفلسفة نوريهم اللي راهو هو وحدة هو كل. وإذا كان فهمنا الغاية من البرنامج نجم مقاصد مقاصد البرنامج نفهموا برنامج الدراسي في مادة الفلسفة نفهموا علاقة كل محور بالآخر علاقة متينة علاقة لا تتجزأ. وما نجموش وقت يطيحونا احنا سؤال موضوع في شكل استفهام ولا موضوع عادي وإلا نص نقول راهو جابونا فقط على الدرس الفلاني. ينجم يكون قراءة تأليفية لكامل البرنامج. فبالتالي أعتقد أنه حتى المحور الأول إذا كان كملنا البرنامج نظرتنا للمحور الأول والمحتوى المحور الأول ستختلف باعتبار أنه لدينا قراءة أشمل بكثير. نعم تعقيبا على كلامك هي أدعو التلاميذ إلى العودة إلى الموضوع الذي تحصل على علامة 20 من 20 في السنة الماضية. واقرأوا هذا الموضوع ستعرفون جيدا ما كنت أذكره. بمعنى أن هذا العمل حاز على علامة 20 من 20. لماذا؟ لأن صاحب المقال أو بالأحرى صاحبة المقالة كانت على غاية وعلى قدرة فائقة في جمعها بين كل المسائل ولم تكتفي بمسألة الرمز في علاقته بالتواصل بل تحدثت عن كامل البرنامج ولكن ليس بشكل سردي وإنما بقدرة فائقة تبين أن هذه التلميذة على قدر من التفكير وعلى يعني قيمة من المعرفة الفلسفية والثقافة الفلسفية. تكسح بارك الله فيك أستاذ. نشرع في المحور الأول ونحاول قدر الإمكان بطريقتك ما شاء الله معناها إنك تعطينا أبرز المسائل الموجودة في هذا المحور. شنو يلزم التلميذ يعرف؟ هل نعتمد على التخطيط بالنسبة للدرس كسكولات ناخذوها كما هي وإلا يلزمنا ناخذ مجموعة من الأفكار ناخذ مجموعة من المسائل نشوفوا كل فيلسوف كيفاش ننظر إلى المسألة بطريقته ثم كيفاش يلزمنا نخرج بنظرة هل نتبنى موقف فيلسوف من الفلاسفة وإلا ناخذ إجمالا كل ورأيه. شكرا. في الحقيقة مسألة النية والغيرية قبل أن نخوض فيها لابد من يعني تقديم بعض الملاحظات. أولا هذا الدرس ينطلق دائما بتخطيط وهذا التخطيط في الحقيقة هو يعني صنافة للتعامل مع المسألة ولكن هذا التخطيط يختلف من أستاذ لأستاذ أو من جهة إلى جهة. ولو اطلعنا أو حاولنا أن نطلع على كل الأعمال المقدمة لوجدنا أن هناك اختلاف في مستوى التصور لهذه المسألة في انطلاق من التخطيط. ولكن هذا لا يفسد للودية قضية باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا نتحرك في نفس المجال. لو قدمنا عنصر مثلا لو تحدثنا عن مسألة الإنية والغيرية مثلا لو انطلقنا بعلاقة الاتصال بين الأنا والغير ثم انتهينا بعلاقة الانفصال هذا لا يتناقض ولا يختلف. لو كان العمل ينطلق بعلاقة الانفصال ثم ينتهي إلى علاقة الاتصال ولذلك الأمر هنا فيه تخير ولكن تخير التلميذ للمسألة لابد أن يكون مشفوعا بماذا؟ بمعرفة. لابد أن يكون مشفوعا بدراية. لا يجب أن يكون مناقضا أو مختلفا لمجرد الاختلاف. فنحن لا نريد أن نختلف لمجرد الاختلاف وإنما نحن نختلف في التصور للمسألة. مثلا أخذ على سبيل المثال مثلا مسألة الإنية والغير يمكن أن نأخذها مثلا في تصورين مثلا مختلفين. التصور الأول مثلا ينبني على لحظتين. اللحظة الأولى هي لحظة ما نسميه بالانفصال بين الأنا والغير حيث تكون العلاقة علاقة تعال بمعنى أن الأنا تتعالى على الغير فنبين في هذه اللحظة
كيف أن الأنا، كيف أن الذات تتحقق في عزلتها، في وحدتها، في انغلاقها، ولا تحتاج إلى غيرها. بمعنى هي ذات منغلقة على ذاتها، تحقق وجودها في وحدتها، في اكتفائها بذاتها. في اللحظة الثانية مثلا يمكن أن نطرح مسألة جدلية أو تجديل العلاقة، وهو ما نقصد به الاتصال، وهو ما نقصد به التحايث أو المحايثة، والتي يمكن أن نذكر مثالا عن ذلك. تقول المفكرة كريستيفا: إن الغريب يسكننا على نحو غريب، فنحن مسكونون بهذا الآخر، نحن مسكونون بهذه الغيرية. بمعنى أي أننا لو قلبنا هذه الذات لوجدنا هذا الآخر موجود فيها، إذ لا ذات بلا تاريخ، ولا ذات بلا عواطف، ولا ذات بلا وجود خاص. فهذا تصور المسألة. مثلا بدأنا بالعلاقة، علاقة الانفصال بين الإنية والغيرية، ثم انتهينا بعلاقة التواصل. يمكن أن نأخذ قراءة أو تصور آخر لهذه المسألة، كأن ننطلق مثلا من عنوان أول: الإنية بما هي وحدة، وحدة بمعنى اختزالي، كأن نحدد الذات بأنها نفس، وتصبح كل الأشياء أو يصبح ما عدا النفس آخرا لا نحتاجه حتى نتحقق. ولذلك هذه الذات سوف تكتفي بذاتها، وهو ما نعبر عن أو ما عبرت عنه فلسفة برمتها، وهي الفلسفة الديكارتية، وهو مفهوم الذاتية أو الأنا وحدية، ما يعبر عنه باللغة الفرنسية لسوليبسيزم. ثم في اللحظة الثانية يمكن أن نطرح مسألة الأنا بما هي أو الإنية بما هي كثرة، بمعنى أي الانتقال من الإنية إلى الغيرية، وهو ما نعبر عنه بي أو ما عبرت عنه الفيرمولوجيا، وخاصة مع إدموند هوسيرل، بي البين ذاتي، لانتر سوبجكتيفيتي، الوجود البين ذاتي، وجود الذات مع ذات أخرى أو مع ذوات أخرى، وهو ما يجعل الذات تحتاج إلى جسدها، تحتاج إلى تاريخها، تحتاج إلى لا وعيها حتى تدرك ذاتها. ثم في الأخيرة يمكن أن نطرح العلاقة أو أوجه العلاقة الممكنة بين الذات والغير، بين الأنا والغير. هذه العلاقة التي يمكن أن تأخذ طبع الصراع مثلا، الذي يعود إلى أصول مختلفة نعود إليها لاحقا. الصراع الذي يتخذ من الأصل الطبيعي له يعني أساسا، مثلا مع هوبس، أن الصراع يتخذ أصلا له الأصل الطبقي، مثلا مع ماركس، أي أنه صراع ينطلق من الانقسام يعني الطبيعي أو الانقسام الطبقي للمجتمع الرأسمالي. ثم يمكن أن يأخذ طبعا أو أصلا نفسيا مثلا مع فرويد، أن الصراع الدائر بين الأنا والآخر هو صراع ينطلق من مسألة نفسية. ثم في عنصر آخر يمكن أن نتحدث على أن العلاقة قد تأخذ طابع التعايش، طابع السلم، فنتحدث عن الآخر صديق. ولذلك يقول مثلا أرسطو: صديقك آخر هو أنت، إلا أنه غيرك بالشخصي، أي يختلف عليك باعتباره شخص آخر، ولذلك فهذا الغير هو أنا أخرى ليس أنا. إذن قلت هذه القراءات، هذه التصورات لا تختلف، ولو أننا رأينا في تقديم التخطيطي أن هناك اختلاف، كان نكون بدأنا بالأنا المتكثر المتوحدة أو الأنا الواحدة، ثم الأنا المتكثرة، ثم العلاقة الإنية بالغيرية، أو يمكن أن نطرح منذ البداية العلاقة، علاقة الانفصال مثلا، وركون الذات إلى ذاتها واختلائها بذاتها وعزوفها عن الآخر واستبعاده وإقصائه. ثم في اللحظة الثانية علاقة التواصل واستئناف هذه العلاقة مع الذات الأخرى، هذه الذات التي نحتاجها حتى نكون، بمعنى يتحول الغير إلى وسيط حتى أكون أنا أنا. إذن قلت هناك طرحين للمسألة، ولكن لا يختلفان
في التعامل مع مسألة الإنية والغيري. أنا أعود للمسألة، مسألة الإنية والغيرية، هذا الزوج المفهومي، هذا العنوان. وعلى سبيل المثال بالنسبة لشعبة الأدابة، لهم مطالبون بالتعرف بالتدرب على موضوعنا يمكن أن يقوم على زوج مفهوم، مثلا مثل هذا الزوج المفهوم، الإنية والغيري. فالإنية مجالها الأنا، والغيرية مجالها الغير، والواو التي تجمع بينهما هي ما يعني اتفقنا على أنها ليست واو الربط وإنما هي واو العلاقة. ولذلك فإن السؤال الذي يمكن أن نطرحه، ما طبيعة العلاقة الممكنة بين الإنية والغيري؟ ولكن هذه العلاقة لا يمكن أن نحددها ما لم نتعرف عن الإنية. ولذلك سؤالنا الأول هو ما الأنا؟ ما الذات؟ ما هي هذه الإنية؟ ثم من هو هذا الغير؟ حتى نستطيع أن نحكم ونحدد العلاقة، أن نحدد طبيعة العلاقة. وقلت الأوجه الممكنة لهذه العلاقة، ولذلك قد نخطئ في تقديرنا لشخصين في سيارة معينة. مثلا نجم نراو رجل شيخ مع طفلة عمرها 18 سنة تلميذة، نجم تكون بنت وتقرأ، فيذهب ظننا إلى أن العلاقة علاقة صداقة أو علاقة. ولكن لو عرفنا من يكون هذا الشيخ وعرفنا من تكون هذه البنت لتبيننا أن حكمنا كان حكما مسبقا. لماذا؟ لأنه لم يقم على معرفة بالأشخاص حتى نحدد العلاقة. ولذلك معرفتنا للعلاقة تقتضي معرفتنا بالأشخاص، مثلما تقتضي معرفتنا هنا المعرفة أو التعرف إلى المفهومين، مفهوم الأنا ومفهوم الغير. في الحقيقة مسألة الإنية يمكن أن نعود، سأعتمد على بعض المرجعيات، على بعض القواميس، على بعض المعاجم استئناسا بها وانطلاقا منها. قد يعود التلاميذ مثلا إلى صفحتي على صفحة التواصل الاجتماعي، قد يجدون أنني وضعت جملة من الشواهد، إذا أردت إحصائها قد تصل إلى 150 شاهد. بالضبط، فوجئت بكم الشواهد. أنا واحدة من الناس، فهذه قلنا نحن في العادة ندرب التلميذ على 150 شاهد بشد 100، ندربه على 100 شد 50، ندربه على 10 تقريبا ما لقاو حتى شيء. ولذلك لما تعود للصفحة تجد يعني عددا وفيرا من الشواهد، ولكن المشكلة ليست في الشواهد، المسألة تعود إلى كيفية توظيفها. دائما نقدم الكلام جملة من الشواهد، الكلام جملة من المعلومات، فيسأل هل هذه للحفظ؟ نعم هي للحفظ، إن لم تكن المسألة في حياتك الخاصة قد تتسلح ببعض المواقف ببعض الآراء. ولذلك فأنت مطالب ببعض الأحيان كما نقدم نحن شاهد ديني من القرآن ومن السنة، قد نعود كذلك إلى مفكرين. ولذلك فقلت سأستأنس ببعض الأراء، وقد يكون اختزلت ذلك الكم الهائل من الشواهد في البعض. فأنطلق مثلا في تحديد الإنية من كتاب التعريفات للجرجان. يقول الإنية هي تحققا للوجود العيني، أي الوجود المادي الوجود الحسي، من حيث رتبته الذاتية، من حيث وجوده كذات، ليس الوجود في مجموعة. ولذلك في بعض الأحيان قد نجد قيمة في العزلة. ف كتاب غابرييل غارسيا ماركيز
مئة سنة من العزلة هو كتاب جيد. لماذا؟ لأنه يتحدث عن العزلة التي تتحقق فيها الذات بحيث تعيد الذات لذاتها فتحاسب نفسها فتستأنف التفكير في نفسها على انفراد، بمعنى محاسبة النفس مواجهتها. ولذلك فالذات تتحدد انطلاقا باعتبارها وجود حقيقي باعتبارها ما هي. إذن الأنا، ما الأنا؟ وهو سؤال ماهوي، سؤال يبحث في حقيقة الأنا. الماهية هي ما به يكون الشيء هو هو. لماذا؟ لأنه إذا غاب هذا الشيء لم يصبح الشيء هو هو. بمعنى حينما نقول، ناخذ مثال مثلا بسيط حتى تكون المقاربة سهلة، لو نأخذ الأم، ما معنى أم؟ الأم يفترض أن تكون مرأة، ولكن ليست كل النساء أمهات، فالأم هي التي تنجب، بمعنى هي التي يكون لها أبناء قد أنجبت، لأن ليس كل امرأة لها أبناء مثلا بالتبني أو بالقرابة هي أم، ولكن يفترض أن تكون. في بعض الأحيان نعطي أمثلة، نقول الأم التي أرضعتني، واضح؟ الأم التي قد نرى مثلا في بعض البرامج هناك أشخاص يبحثون عن الأمهات البيولوجية، فحينما تسأله لماذا بعد هذا العمر بعد 25 سنة لماذا تسأل عن أمك البيولوجية، يقول أم اللي رباتني. إذن عنده زوج أمهات، أم اللي رباتني هذيك الأصل، ولكن الأخرى للتعرف فقط. إذن الأصل في الشيء هو ما به يكون هو هو، حقيقته أي جوهره. فما به يكون الإنسان إنسانا هو وعيه، حقيقته هو ذاته، هو ما عليه هذه هي الذات. فلالوند مثلا في معجمه يقول إن الوعي الفردي من حيث اهتمامه بمصالحه وانحيازه لذاته والميل إلى إرجاع كل شيء إلى ذاته هو هذه الذات، بمعنى وجود الذات وأن كل شيء ينطلق من هذه الذات. مثلا حينما نسأل عن العلاقة مع الأشخاص الآخرين سواء كان المذكر أو المؤنث، قبل أن نرغب في هذه العلاقة لابد أن نسأل لماذا العلاقة، هل هي علاقة للعلاقة أم أن العلاقة تقتضيها ضرورة ما. أنا أحتاج لي صديق وقد أحتاج لي صديق، ولذلك قبل الخوض أو قبل البحث عن العلاقة لابد أن أبحث هل هذه العلاقة هي ضرورية وإلا لا. ليس من باب التقليد، ليس من باب أنا اللي بيحبش معقد، اللي ما عندوش صديق إنسان مريض، اللي ما عندوش علاقات كثيرة وما عندوش مثلا على صفحات التواصل الاجتماعي 1000 صديقة افتراضي، إذن هذا ما عندوش علاقات وإنسان متوحد ولا غير ذلك. الأمر ليس كذلك، ولذلك فالذات تنطلق في وجودها انطلاقا من ذاتها لم انطلاقا من الأشياء الأخرى. فعلاقتنا بالأشياء تحددها ذاتنا قبل أن يحددها هذا الآخر. فهذه الذات هل تكتفي بذاتها أم أنها تحتاج إلى ذوات أخرى، تحتاج إلى عالم آخر، تحتاج إلى غيرية أخرى أو غيرية حتى تكون هي هي. إذن هذه الإنية هي ما به تكون الذات ذاتا. إذن يمكن أن نطرح مسألة هي التالية، تعريفنا للإنية يمكن أن يكون تعريفا من منطلق وجودي، بمعنى على أي نحو توجد الذات، بماذا تتحقق الذات من جهة الوجود، وسنأخذ مثال على ذلك. ثم الطرح الثاني ثم هو على أي نحو تعرف الذات، ما هي وسيلة الذات في المعرفة. ففي المسألة الأولى نطرح الدلالة الوجودية أو الدلالة الأنتولوجية للذات، على أي نحو توجد الذات. سنتجه اتجاها معينا لنا فيه دليل على ذلك، مثلا أن الإنية جوهر روحانية
بمعنى أن الذات نفس. فأفلاطون مثلا، ابن طفيل مثلا، ابن سينا مثلا، وهم كثر هؤلاء الذين يعتبرون أن الذات يمكن اختزالها في النفس، بمعنى أن غياب النفس يعني غياب الذات، وحقيقة الذات هي النفس. ولكن حينما نقول أن هذا الثلاثي يتفق على أن الذات هي حقيقة أو أن النفس هي حقيقة الذات، فليعني ذلك أنهما يتفقون على التعامل مع هذه النفس أو اعتبار النفس حقيقة الأذى. نأخذ مثال، لماذا سؤال، لماذا يعتبر أفلاطون أن النفس هي حقيقة الذات؟ وإذا قلنا أنه يعتبر أن النفس هي حقيقة الذات، فمعنى ذلك ما قيمة الجسد حينما نعتبر أن النفس هي الحقيقة؟ إذن اعتبارنا للنفس حقيقة للذات يعني إلغاء للجسد. ولهنا السؤال يطرح، لماذا نلغي الجسد؟ وما هي مبررات الطرح الأفلاطون؟ أفلاطون يعتبر أن اعتبار الذات نفس يقابله إقصاء الجسد واستبعاده لأسباب ثلاثة، لأن هذا الجسد يتحدد باعتباره عائقاً، عائقاً من جهة أنطولوجياً، أي أن الجسم أو الجسد يتحدد كسجن، يتحدد كمقبرة، يتحدد ككهف يحجب بين الذات والحقيقة الوجود. ثم يتحدد الجسد كعائق معرفي باعتبار أن الحواس تحول دون المعرفة الحقيقية، ولذلك فنحن يجب أن نطرد الجسد ونطرد الحواس حتى نستطيع أو إذا ما أردنا إدراك الحقيقة في ذاتها. ثم ثالثا وأخيرا، أن الجسد يتحدد باعتباره عائقا أخلاقيا كيميا أكسولوجيا، بمعنى أن هذا الجسد هو موطن الشهوات والرغبات، فكلما تحركت فينا هذه الشهوات هذه الرغبات فسنجد أنفسنا أولا أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان، أقرب إلى الرذيلة منها إلى الفضيلة. ولذلك هذا العائق لا بد أن نزله حتى نستطيع أن نحقق الذات. ولذلك قول أفلاطون في قول شهير له أن نتفلسف هو أن نتدرب على الموت، ولكن أي موت هذا الموت؟ أن نتفلسف، أن نفكر، أن نعيد النظر في ذواتنا في الوجود هو أن نتدرب على الموت. الموت هو موت مجازي، بمعنى قتل الحواس وقتل الشهوات وقتل الرغبات وقتل الانفعالات حتى نستطيع أن ندرك حقيقة الأشياء. لاحظ أن الناس كل الذين نحبهم، كل الذين نكن لهم بعض الأحاسيس، نحن لا نرى فيهم أخطاء. فهذا يعود إلى مثال شهير، الحب أعمى. لماذا؟ لأن من يحب لا ينظر من زاوية العقل، وإنما ينظر فقط من زاوية حواسي وانفعالاتي. بعد إذنك وما خطر، ما زلت 3 دقائق فقط على نهاية حصة اليوم، لكن بش نواصلوا في الأنية والغيرية وفي المراجعة. وصلني سؤال من تلميذ يقول كيفاش نحكيوا على المفاهيم أثناء التحرير، يعني تحليل كلمات الموضوع والمفاهيم هذوما المفاتيح وإيضاح دلالتها في الجوهر. شكرا. مسألة المفاهيم تعيدني إلى قول شهير لي جيل دولاز. جيل دولاز يقول في كتابه ما الفلسفة، إن الفلسفة هي إنتاج وصناعة، يترجمها متعصفة دي فبركة للمفاهيم. إذن الفلسفة مفاهيم، فنحن حينما نقول الإنية والغيرية فنتحدث عن مفاهيم، فنحن حينما نقول الخصوصية والكونية نتحدث عن مفاهيم. ولذلك المفاهيم ضرورية، فنحن نتعامل مع مفاهيم. ولذلك حينما نقول ما الحرية، ما الدولة، ما العدالة، ما القيم، فنحن نتحدث عن مفهوم. الإجابة أو التعامل مع المفاهيم يكون أولا
بذكر هذه المفاهيم في لحظتين مختلفتين. لو عدنا مثلا إلى عناصر الامتحان مثلا سنجد أن هناك قسمين في الامتحان مثلا بالنسبة للشعب العلمي. القسم الأول يمكن أن نجد فيه سؤال حول مفهوم، حدد دلالة المفهوم التالي، أو حدد دلالة المفهوم سياقي. أما أنك تحدد المفهوم انطلاقا من مرجعية التي رأيتها، ليس الجسد هو جملة الحواس، ليس الجسد هو ذلك الوجود المادي، وإنما هو الفعل هو الإبداع هو غير ذلك، إذن أنت أعطيت وجهة نظر شائعة ثم حاولت تجاوز هذه الوجهة السلبية والساذجة والبسيطة بوجهة أخرى تعطي قيمة للجسد، أو أن تحدد المفهوم انطلاقا من سياق معين. هذا في مرحلة أول. في المرحلة الثانية هي مرحلة الفقرة بالنسبة لتلاميذ الشعب العلمية والاقتصادية أو لتلاميذ الأداب، ما نسميه بالتحرير أو النص. التعامل مع المفاهيم وأنهي المسألة يكون انطلاقا من المفاهيم الرئيسة في السؤال المطروح أو في النص الذي يرد علينا في الامتحان. فكل سؤال يطرح علينا سواء كان سؤال زوج مفهومي أو سؤال في صيغته هل أو سؤال في أي صيغة من الصيغ، هو سؤال ينطلق من جملة من المفاهيم. ولذلك فنحن قبل أن نطرح المسألة ككل لابد أن نشير في الأصل إلى المفاهيم. ولذلك فأنا أقول أن الإشكالية مثلا وهي الإحداثية التي بمقتضاها نفكر، وهذا سنعود إليه في المنهجية، لابد أن تكون قائمة على بنية من الأسئلة. بمعنى حينما أقول بنية أي عناصر لا يجب أن ينقص منها عنصر، أقف عند العنصر الأول وهو المفاهيم أو الأسئلة المفاهيمية التي يجيب عنها في عنصر التحليل. صح، بارك الله فيك أستاذ فلسفة على ما قدمتونا اليوم. شكرا، نواصل إن شاء الله الأسبوع المقبل. شكرا، وبداية التلامذة تتحرك، خاطر من الأول فما تساؤل، هو إلى ندرى بش عطيو دارسين ندرى بش يفهمونا إلى ندرى. وأعتقد أن القراءة التأليفية هذه أعطت أكلها بالنسبة للتلامذة اللي بدأوا للأسف في ختام الحصة يتفاعلوا بطرح تساؤلاتهم، والطرح هذايا والسؤال التلميذ هذايا معقول جدا. نرجع للأسبوع المقبل حتى نشوف التناول المنهجي. إذا ناخذ المفاهيم من المقدمة وإلى نشير إليها فقط إشارة، ثم نطرحها بكثير من التفاصيل خلال الموضوع أثناء التحليل. نرجع لها الأسبوع المقبل. نستأنف إن شاء الله في الحصة القادمة الاشتغال على المفاهيم سواء في السؤال أو في النصوص. أتمنى أن يكون هناك تفاعل، فالتفاعل هو الذي سيحرك هذه الحصة والذي سيكون يعني مساهم في فعالية هذه الحلقة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. تجمو ترجعوا للباج راديو مونستير تلقاو فيها الحصة هذه لمن فاته الاستماع. شكرا جزيلا لكامل الفريق، تحياتي لك كامل العجيمي، تحياتي لك كوثر البمباجي، إلى اللقاء.